دي الحاجة اللي كانت معالي ساعة ما استشهد. الله يرحمه كان موصيني من زمان لو حصل له حاجة أنا اللي أبلغكم وأسلمها لكم بنفسي. كان مستنيها من زمان وتملي يطلبها من ربنا. حتى ماما كانت تقول له أنا إزاي تتجوز تخلف لك عيل، كان يقول لها يعني هتجوز وربي لها في عز شبابها ولا خلف عيل يتيتم قبل ما يشوف الدنيا. ده كده حلو عشان لما يجي الأجل أروح خفيف خفيف. مش منك مش منك يا حبيبي والله مش منك. صلى على النبي يا عم صبري. علي مات بطل، مات راجل، ولما خد الرصاصة خدها في صدره ما خدهاش في ظهره، يعني كان بيواجه ما خافش وجري. وعلى فكرة قبل ما يموت وقع ناس كتير جدا وحقه رجع له وهو في مكانه. لسه والله العظيم حقه هيجي له تاني وتالت ورابع. ربنا يحميكوا يا ابني وما يحرقش قلب أهليكوا عليكوا أبدا. ماشي يا عم صبري، أنا هسيبك دلوقتي ولو احتجت أي حاجة كلمني في أي وقت. هتقل عليك يا ابني، انت في غلاوة عالي برضه. يا علي حياتي مش بعمل منك لا ولا أمك. يا ابني